اليوم جينا للمنطقه نتاع مغراوه اللي فيها بعض الدواوير اللي كتشمل منهم هذا الموجه نتاع البرد، خصوصا الاسبوع الفريط اللي كان القطاعات نتاع الطرق والمسالك. اليوم جينا هنايا في اطار هذه الحمله الطبيه اللي قامت الاطباء بكشوفه طبيه على الاطفال، الناس المسنين الى اخره، ووصلنا تقريبا درنا 530 كشف طبي، وايضا توزيع الادويه وتوزيع بعض المساعدات بالنسبه للساكنه نتاع هاد المنطقه، حيث تم توزيع 190 حصة من مواد غذائية وكذلك أفرشة باش نخفوا شوية على هذه السكينة. وكانت أيضا هذه مناسبة باش طلعنا أيضا على الحالة نتاع السكينة، التواصل معها وتفقد الحاجيات ديالهم.